استعداني كي تيش تسمى في تكدي تسمى ربما انت غون تيز عرشي تقرانين وان كين تيز ما غام ثينا غوارنا غام ماركايا ديز التحدي ديز الشجاعة ربما تناضل في الطريقة ني المخزن. اذا ايوز لو مات اغلب نجاب زيارو نيجو دوكر نضكيك سمعرا ميسن سيدي عابد عبد الحق البرنوضي جوح نجيرا ميا غير السمط ربي كي 90 هادي سيدي عابد يمكن راح نجيرا هو السبب ربما زي رمضة قيطارة هو السبب راح نجيرا كيك سنة راه يوتيوب ياخو نتا غنى جام زيارو تيت غنى دائما كلاسيك إذا نزول لا يتمسي تماما ما تجام. السلام إخواني أخواتي المغاربة الأحرار الحرائر في كل مكان في الدياسبورا في المغرب الكبير. اليوم إخواني أخواتي هو واحد يوم تاريخي بالنسبة للريفيين أو للشعب الريفي أو للناس ديال الريف الوطن. هاد ربما الإعلام ديال المغرب أو الإعلام ديال المخزن ما كي حاولش ما امكن ما كيتجرأش باش يهضر على التاريخ الحقيقي ديال البلاد. تنشوفوا في الكراسات ديال التربيه الوطنيه الكتب التربيه الوطنيه ديال التعليم كنشوفوا التاريخ ديال ادريس الاول ادريس الثاني الموحدين البيزنطيين المرابطين عيد التاريخ ديالهم ما عليناش. ولكن انا اذكر الشعب الحر في ما يتواجد بأن اليوم 18 سبتمبر هو ذكرى تخليد تأسيس ما يسمى بالريف الوطن أو بذكرى تأسيس جمهورية الريف. 18 سبتمبر الدولة ربما هو بالنسبة لها كمؤسسات وكتنظيم وك طابو ما نهضرش على الحركة 18 سبتمبر الاستقلال الريف المتواجدة في هولندا وإنما أتحدث عن اليوم ديال 18 سبتمبر 1921 تم إعلان تأسيس ما يسمى بجمهورية الريفية. هذه الجمهورية تأسست في 18 سبتمبر 1921 إلى غاية 27 مايو 1926. لهذه المدة ديال هذه الجمهورية كانت 5 سنوات ألف ديال 1921 18 سبتمبر 1921 إلى غاية 25 أو لا عفوا 27 مايو 1926. فذاك الوقيته كان المغرب يعاني من استعمارات الاسباني والفرنسي في ذاك الوقت وحنا في ذاك الوقت كنا اسسنا نظام سياسي والنظام الشورى او يسمى بعد تسميته بالجمعيه الوطنيه. اذا انا غادي ربما نذكر الدوله على اساس ان في 21 يونيو 2017 قامت حركة 18 سبتمبر لاستقلال الريف كمنظمة سياسية تدعو للانفصال أو الاستقلال التام للريف. كتبت رسالة إلى الأمين العام ديال الأمم المتحدة ربما هي مناسبة هي تخليد ذكرى تأسيس الجمهورية وبالتالي في تخليدها في سنة 2017 في 21 يونيو كان يعني من بين يعني المناسبات اللي تم التخليد ديالها في هذيك 2017 وقامت حركة 18 سبتمبر باسمها باسم التنظيم السياسي ان كتبت رسالة رسمية باسم منظمة مسجلة رسميا الى الامين العام ديال الامم المتحدة. وانا هذه هي المناسبة ربما نقرا لكم الرسالة اللي تكتبات باسم الشعب الريفي إلى الأمين العام للأمم المتحدة
بمناسبة تأسيس جمهورية الريف. الرسالة كانت مكتوبة باللغة الإنجليزية، وبالتالي ترجمناها للغة الإسبانية، الفرنسية، وإلى اللغات الأخرى المعروفة في العالم. إذا اليوم ربما نقرأ عليكم الترجمة الكاملة للرسالة التي بعثتها حركة 18 سبتمبر من أجل استقلال الريف إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس. أنطونيو غوتيريس هذا كان وزير أو رئيس الوزراء ديال البرتغال سابقا، أو وزير خارجية سابقا، ولا بعد بان كي مون، ولا هو أمين عام ديال الأمم المتحدة. وبالمناسبة حركة 18 سبتمبر اللي بزاف الناس كيقولوها ربما ك يعني منظمة سياسية كتقوم بالأشغال ديالها، بالمسائل ديالها، ماشي ضروري تخرج العلن وتعلن وكذا كذا. إذا قامت برسالة ربما مناسبة الإخوان يشوفوا المغزى أو لا، يعني الهدف من هذه الرسالة وشنو طالبت من الأمم المتحدة، يعني باسم حركة 18 سبتمبر لاستقلال الريف اللي كانت صادقة، يعني الهدف ديالها واضح. إذا أتلو عليكم هذه الرسالة. إذا حركة 18 سبتمبر من أجل استقلال الريف، مذكرة إلى الأمم المتحدة بشأن هجوم قوة الاحتلال المغربي على الشعب الريفي وحقوقه الأساسية. السيد غوتيريس، اسمحوا لنا أن نكتب إليكم لنثير انتباهكم إلى الوضعية المأساوية التي تعيش بلاد الريف حاليا جراء قمع المظاهرات السلمية من طرف النظام الاحتلال المغربي الذي ينهج سياسة قمعية شديدة ويرتكب جرائم بشعة في حق الشعب الريفي بصفة خاصة وضد الإنسانية بشكل عام. أتمنى تبارطاجيو هذا اللايف باش حنا هذا النظام المخزني ديال المخزن ندخلوا معاه ديريكت، نعريوه على الأمم المتحدة وجوني برلمان الاتحاد الأوروبي. حنا داخلينه ديريكت، ما كاين لا سبيطار ولا مدرسة. تتعرفوا تكتبوا الرسائل، اتصلوا ديروا الدبلوماسية، حتى حنا دوكا غنبقاو نكتبوا الرسائل، نديروا محاميين اللي توصلوا هذه الرسائل الرسميات إلى الديوان ديال الأمين العام المتحدة، نخدموا بهذا الشغل هذا. فوالا، إذا نكمل على يعني ربما ديروا بارطاجي إذا كان ممكن. لان يعني ربما غادي نعاود ندير هذا اللايف يعني مباشر في قناه ريفلاند سبورا تي في، كاين الناس اللي يتبعوها من دول اخرى وكذا، غادي ندير اللايف كذلك تما ونقرا عليهم هذه الرساله بصفه رسميه. اذا يعني المخزن يعني هنا ينهج نفس النهج الذي بنى عليه المغرب سياسته منذ ما اصطلح عليه بالاستقلال. فمنذ اغتيال بائع السمك الشهيد الريفي محسن فكري بتاريخ 28 اكتوبر 2016 طحنا في شاحنة للأسباب اندلعت بمدينة الحسيمة بالريف المحتل مظاهرات شعبية حاشدة استنكارا لسياسة التقتيل والتجويع التي ينهجها النظام المغربي ضد الشعب الريفي. مظاهرات سلمية حضارية ذات مطالب اجتماعية واقتصادية صارفة، رفع المحتجون سالكين بذلك طريق الاحتجاج السلمي الحضاري والذي يقابله نظام الاحتلال المغربي بالقمع الشديد عوض الاستجابة للمطالب المرفوعة من طرف السكان، وهو ما يوسع الهوة أكثر فأكثر من تطلعات الشعب الريفي وديكتاتورية النظام المغربي إلى درجة يستحيل معها التعايش بين الطرفين. وبالمقابل عملت سلطات الاحتلال المغربية
منذ البداية على محاولة نصف الحراك وجر المنطقة نحو مستنقع العنف، فقد أرسلت مجموعة من البلطجية وقطاع الطرق متججين بالسيوف لمهاجمة النشطاء السلميين بمباركة رجال الشرطة الحاضرين خلال وقفة احتجاجية بتاريخ 25 ديسمبر 2016 وبتاريخ 4 يناير 2017. اقتحمت سلطات القمع المغربية اعتصام النشطاء الريفيين بالحسيمة بطريقة همجية، وهو ما أسفر عن اعتقال 64 ناشط ذلك الوقت، ليتم إطلاق سراحهم في اليوم الموالي وعشرات الجرحى من حالات خطيرة. وهكذا استمرت محاولات المخزن لنصف الحراك حتى هجومه القمعي على الشعب الريفي بمدينة الحسيمة يوم الجمعة 26 مايو الجاري لاعتقال القائد الميداني ناصر 26 مايو 2017 لاعتقال القائد الميداني ناصر الزفزافي الذي انتهكت الشرطة حرمة بيته لتشن فيما بعد حملة اعتقالات واسعة في صفوف النشطاء. هناك ما يقارب 100 معتقل أو ما أكثر، ومن بينهم القادة الميدانيين للحراك أمثال ناصر الزفزافي، الصنديد محمد جلول، الصنديد محمد مجاوي، واللائحة مرشحة للارتفاع وكانت مرتفعة وقامت القيامة. السيد غوتيريس، بهذا النوع من الهجومات القمعية على الحقوق الأساسية للشعب الريفي يؤكد نظام الاحتلال للمرة الألف عزمه كل العزم على إنتاج الأحداث الأليمة التي عاشها الريف ومن خلال إغراق المنطقة في دورة دموية على شاكلة الدورات السابقة 1958 1959 1984 2011، مع ما يشكله ذلك من تهديد مباشر للسلم والأمن بالريف وعلى الحدود الجنوبية لأوروبا، وبالتالي زعزعة الأمن والاستقرار الدوليين. وبالإضافة إلى هذه الهجومات الشرسة التي يشنها الاحتلال المغربي على الشعب الريفي بشكل دوري، قام هذا النظام بإخضاع بلادنا لنظام عسكري بمقتضى ظاهر ملكي صادر سنة 1958، ليقوم بعد ذلك بإبادة جماعية للسكان اعتمادا على هذا الظهير، والذي لا زال ساري المفعول إلى حدود اليوم، وله تبعات سياسية واقتصادية وأمنية بالغة الخطورة على الشعب الريفي كحرمانه من التنمية من خلال محاصرات المشاريع الاقتصادية، وحرمان الريف من البنيات الأساسية كالمستشفيات والجامعات، ونزع الأراضي من السكان المحليين. وتطالب الجماهير الشعبية بإسقاط هذا الظهير المشؤوم وتبعاته الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن سلطات الاحتلال المغربي تواجههم بالقمع الشديد واعتقال النشطاء ومداهمات منازلهم، وفي الوقت تفرض هذه السلطات الاستعمارية حصارا إعلاميا وتمنع الصحافة الدولية من نقل حقيقة ما يجري داخل الريف الوطن. السيد غوتيريس، إذا كان الشعب الريفي قد طالب حتى قبل بداية الحراك الحالي بمطالب اجتماعية واقتصادية لا تتعدى الحقوق الأساسية وعوض الاستجابة لمن فيه الحقوقي، اختارت سلطات الاحتلال لغة القمع الشديد. هنا فإن حركة 18 سبتمبر من أجل استقلال الريف التي انبثقت عن الإرادة الحرة للشعب الريفي، نؤكد اليوم أن الهوة بين شعبنا والنظام المغربي قد بلغت أقصى حدودها، ولا حل لنا سوى تقرير مصيرنا السياسي والحقوقي المتمثل في تقرير المصير لحماية هذه الحقوق. وإننا في حركة 18 سبتمبر لاستقلال الريف أو من أجل استقلال الريف، إذا كنا قد اخترنا
منهج السلمية لنضالاتنا الحضارية عن طريق الدبلوماسي والحوار من أجل حل مشاكلنا العالقة مع هذا النظام، فإن ذلك لا يعني أننا نستسلم لقمع الاحتلال المغربي. لنا ما دام الدفاع عن النفس حق إنساني وكوني مشروع، وبأننا مستعدون للمجابهة على جميع المستويات حتى تحرير آخر شبر من أرضنا. السيد كوتيريس، بالنظر إلى استحالة تعايشنا مع نظام الاحتلال المغربي في سلم وأمان، وبالنظر إلى سياسة التقتيل التي ينهجها هذا النظام ضدنا، وبالنظر إلى تماهي في تكريس الدكتاتورية وسلطة الحديد والنار ضاربا بعرض الحائط بنود القانون والاتفاقيات والعهود ذات الصلة، ولأجل أمن واستقرار الريف وبالتالي أمن واستقرار الفضاء الأورومتوسطي، فإننا في حركة 18 سبتمبر من أجل استقلال الريف نتوجه إلى سيادتكم بهذه المذكرة لمطالبتكم بي أولا التدخل العاجل من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بلا قيد ولا شرط، التدخل من أجل وقف التعذيب وغيره من ظروف المعاملة القاسية أو اللا إنسانية والمهينة، إفاد لجنة خاصة للريف للتحقيق في جرائم النظام المغربي المرتكبة في حق الشعب الريفي الأعزل والمسالم، إفاد بعثة خاصة لمراقبة وضعية حقوق الإنسان في الريف، تمتيع الشعب الريفي بحقه في تقرير مصيره السياسي وبناء نموذجه الاقتصادي الذي سيستجيب لتطلعاته في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. التدخل العاجل لوقف المخطط المغربي الذي يجر المنطقة إلى مستنقع الصراع الدموي مع ما ينتج عنه من تهديد للأمن والسلم الدوليين كما سبقت الإشارة. أخيرا، إحالة ملف احتلال الريف من طرف النظام المغربي على اللجنة المختصة بتصفية الاستعمار. إذن دمتم في خدمة السلم والأمن والدوليين، وسنبقى رانا إشارتكم لأي معلومة إضافية، ونرجو من سيادتكم تقبل تقديرنا واحترامنا البالغ. حركة 18 سبتمبر لأجل استقلال الريف، هولندا بتاريخ 1 يونيو 2017. إذا ذا شي بشتيهان زارقن وزندالتين شي طارهان تعجيب يسمى الضحكان تراجع حازق يتزد غلاي في تفاروج والسيمير السوارو والسيمير قا يضحك ويحشى دواب انت منذب وغاس تجير إنساني وغاس تجير ديمقراطي وغاس تجير كرامة تسمى يتستفز الغدريتي ما عليناش شي قرر قدو الشر ومين يقصد يضحك غاز ديال في وقشلي ولا مردة غادا داف طحنا نتا العائلة زيدا داف في طاون كيف النظر وناس الشريس شي قرر قدو الشر فوالا تا غايت ما سيثما تابرات يجي توارين يجي 1 يونيو 2017 غا الأمين العام أمم المتحدة تابرات رسمية ماخد لومي ماني نهار نوثي نهار تخريت الذكرى تأسيس الجمهورية الطاس شحال من غويدو ذا النظام يتفتخر سي جند بانتي لا تزكوار تكس النجمة كذا غي تزر الصساق تقيلة دات هي كامل تكيتي دمية بوفانطا شي كيتا زعمور شي كيتا ذادينات قاع تفتخر سي نهني مزيان غيرني كذلك مجموعة يوذان تفغند غالايف السوارن يعني إيش الطابور أقثان كي يعرف إيش نهار ونسي وشي خمانايا روخا مجموعة من منابر اللي هي من الأحرار الجمهوريين تفغند السوارن قام بدون يعني حدود قواعد قيود السوار قام بانه شنو نهزو تقرير المصير نهزو تاسيس الوطن الريف نهزو انفكز الاستعمار المغربي الطاسي وذان
زي المجتمع الريفي يتوارى غير الزيقارات بانه شني وصلنا كاك جمهوريه اين توصل. و اذا كوريجن بالراي ناس كوريجن يعني وغيت توارى هذا المسري كوريجن حر في التعبيرات حر في التفكير ناس حر في الغزلاني ناس غا ثمسري غا مختي توارى روحت ناس الشري روحا غانا مثلا غا الحاله نجم والحراك الشعبي محسن فكري معتقلين الرهائن اختطافات الاقتصادات تهجير 18 بعد العراق الشعبي الطاست نعرف تركوا ما تيجي وكان بعد العراق الشعبي روخا انا ذو يكمل تقسى غي وذان حوسي ما قرات السي جيسي وبدا يكسوي وذان روخا ديج اشكالية ديج وسقسي تقسي قفيز اولا اسقسي امزقارو مقارس ما الوطن ميخ نسول ما نعرف ميخ نسول لم سجار اسقسي ويستمي ما يجي بوبليكو يغي عيشين يل وطن اوليتي ويستريها واش دين شي تنظيم سياسي يتم هذه الفرمانية ديريكت ربما بالإضافة إلى حركة المنتصب بالاستقلال الريف ما نقيم تفاصعو دريتها تفضي تسير دريتها تفضي تسير وقيني جبن شي جبن وقصوني وتجيبون بيلاني غنت قصدم أصغون تما نالو من نينا النحاس وقات تما وتنظفيس ورير تما وزما ذي قاس وتما قيني جبن ذي شني جبت وقاديني جن المنطق إقارس قاس جبيد ني يخسغات أدي منار وسط واش ذي خوزوما شوقيين نيغ ذي قرطاسيين نيغ ذي المواسقاني تجاني جمهوريين أقان أنونيموز يعني تما مجهولين ذي جمهوريين تجان معروفين الحركة ذي المنابر يعني تجان كذا ما نسيت السقسة أولا نقا شنين ديري فيه نقا شنين ديري فيه زي عريف شنين دوية ون مولاي موحن قا مولاي موحن قا يجا قا ينك ذي الله حرية ذي ديبو قي قضية تسمى ذين يعني بزاف مصري بلا ما تعاودوش اذا شنو اي ظروف موار 2019 من قدم يا الريف اوليدي لا كاين اوروبا ولا ندير ندخر من قدم شنو يا الريف اوليدي نقدم من قدم قدم تضحيات قدم معاناه لا ستريس لا ديبرسيون الشتات الطاس الحوايج ذات القبض عيش الفترة ومن غتأسس الجمهورية يعني نهري في منتصف سبتمبر 1921 قبل ما تأسس إلى ذي المشاكل بزاف وقانش غزاغ المشاكل اللي راه الوقت اللي جانت قبارين ذا القناعات التوجهات ذا ذينا نفس الشيء إغانا روك شرين جانا نغيت ساعتا جي الصراع البيني جارانا إريفي أبارو ذين قوة المخزن نساوا شري الصراع قوة ذيك زنة وذا وياغر قوة ذين ذي المسيد قوة ذا زبوكي دان وكي ذين عاذرو حزز ذا تستوج لفترة التقديم تم اتحاد القبائل تسمى رغم الصراعات التي كانت تمزق المجتمع الريفي مين يا من تفكن غير وقت ومي غامون الناس قاشين قاوين قايبقوين قا تنعدل الا قاين اصحاب مسامان اين اثوانا كزناين اين كادير بزاف النار وينا واش بديني جد مزيق على المستوى في قبر يروح تني وزما وقوان من مومن ولكن جي فطران وبريتي عيش الضريب استعمار اسباني الفرنسي فكان يوغدين إيريفيين إرغاس العقل الصحي قل فطران فكان وفين بأن قال لازم يخسر أن واحد الصفوف ذي القناعات ذي التوجهات ذي القبائل أولا أن تحد متى ربما
يمكن أن نكشي غير وقت أني سوارش مين جين من أجل القضاء على قضية الثأر بين القبائل ما تفوت وقعش الانتقاب جان القبيلة يا القبيلة يا كذا الصاص الكوشي من تختلف الصاص دميخامون غينا تاعتن ساكانا نوتيش يعني مش حركة انطلقت زي اتحاد وليتين قاش مي غاد تحت القبائل تحت خجل الهدف تفخنتي تسيني حركة يعني كفاح المسلح حركة السياسية حركة التفكير حركة الخلية كذا زي الاتحاد نيتي تساكاد منايا قاسوني ساكاد ديش التنظيم السياسي فكاني وداني ريفيين قال وقت النيم ولا محمد وداني ركيداس فكان بأنه خصك تأسس الدولة الدستور الشعبي يخصها غسيري يجن مجلس الشورى عن شهوة قوية خمس رايين كذا عن حتى ديني غا يخدم الوزير المالية كذا إذا أنا يعني وقت اني رأس السنين ذا طلق شرارة كفاح المسلح ذا الحرب التحريرية الثانية ذا مباشرة كي فاتح يونيو 1921 كي معركة دارو باران تسمى اسبانيو إذا بزاف الحوايج توكلت الاتحاد ستموني مزيان ساكن النظام السياسي مجلس الشورى سمى ناس الجمعية الوطنية دور الوطن ضمن مقاومة تأسيس دستور إجماع تسمى الرفا وليتين الوطن وليتين جمهورية ثالثين تقسيم المهام جلسا خدمة الشغار تسمى تستعمر خمس سنين تسمى الدولة المؤسسات الدستور القانون الديمقراطية فهمت إذا إذا غات ناس روغ الشنين روغ غايني نوار 2019 2019 روغ الشنين ممكن تجا روغا مارا نصاص كوشي غطا بلوقا أن بخيلا شنين بوبليكو أنزا من يتجل انت وراء أن أي ثماث نوغ ثم في إضراب عن الطعام تمتن شجوة مرضى نزوة ضدها أزود دور الشهداء بعد إذا بنا ضرها إيه بالمختطفين أزول الدولة الشهداء تمر دم خد ميضان قهر نسقى شنين طلم الظانة ولكن هو تيديش الخطأ ضم قران أن الإنسان الذي قال رد الفعل أسنين ناصا يدرد رد الفعل ربما الإسقاط الجنسية أتاف نسيتي مرادين أتاف قلنا في الشيء ربما طعيان الطاوريق الضغط الدولة شنين أن دعم الضغط مني أتاف ذيني ربما يعني وشو زارق شيء انه الاضراب عن الطعام شك تسمى زي نظام ديكتاتوري يعني غانص غازة تسمى يغتصب انا نعم زي تسمى احاقة ابادة جماعية 2017 يغتصب اهجاء كذا انتظر خص الاضراب عن الطعام ما تمشي في حسن ظروفينو ان السجنية اللي غادا دي الصفوص قيل حبس وذلموقف ربما خاطئ لذا قاش العائلة اثني وبدأنا كريم امغار الشباب النظام قراصن يسا اسبد الاضراب عن الطعام لان اذرك الصحه نصن تضحيات نصن نسنيتن انه شنين قداريتن ماشي ضروري اتسيب انه اتنغم ذات نكون اتنغم الصحه نكون الاضراب عن الطعام نتوارى انه شحال من واحد شحال اضراب عن الطعام يدي مروخ نيت كي عكاشات كي نمسرين كذا من حقك تضرب عن الطعام ولكن كي جن الدوله تفتح طرام الشعبين غاس المؤسسات غاس الديمقراطية غاس العدالة الانتقالية غاس تسمى الحقوق الإنسان يعني تشيس القيمة غي بوبليكوس الإنساني ولكن شكبا تقول الإضرام عن الطعام أظن غرض ميج أظن غرض تسمى المسرينين أتجغي بوجيرين أتجغي بلاد كامل أطحي غامية و لا غيو ما غنحرج تقيم الصحفيين تقيم تسمى كذا أطفهم ولكن الإضرام عن الطعام وتشيكوز ولني مزيان غنضغط الدولة الدولة خص ضغط ديال المسرد هو قد ما يقاغي شني داك الدياسبورا ديال الشتات ولا جمهوري اللي يجن كليك الجمهوري يخدم ديها ولكن اقم ديال الضوان ديني تاس الدرج كليك ذا عاود مون داكسي وبدا ديري فيه ناس ضرب مخزن اقا جالس الضوان ديني تاس الدرج جروب عاود يمكن ذا راه الجهه ذا تخدم من كذا اذا المسري هو كي الضوان ديني قاع عند الضوان دين نتغي ماذا ونطي بوضه والو انت كدوراف انت عاوز تسمى الضواضي نوا ميمان راه نطغي متضواوا قراو صفوف الحركه وليتين المعركه يا يجر ربما ديجن
إيش المعركة زي المعركة تغار غير أقل نظام الاحتلال ذي نيجو بري أبريد يمشان التفاوين ناصر زفزافي يسيبان شي حاجة تسمى ذي فاوين نبريد ربما غير يعني تسمى إقارن بطريقة وبأخرى يبداني نعاد وكسين شي المساج عن إسقاط الجنسية قاعد روح ذي نبدان عطراجة ديري في النقا ديني وذن اي حن تراجع وقا قيمن قا يتراجع مي خا يضحك يتراجع مي خا يسيور يتراجع كذا وديني تجي شي للحد قا يمشانو تيفاوي النصا يمشانو ديج الميساج ربما غير خصها غتنفهم كتنظيم شني كجمهوريين ديني ان مغاسقا من جهه النظم قال الميساج قان فهميه مي خدم كنخدم خمانيني وهو كيخصني لي واضحين اسقاط الجنسيه هو ان يخصا غنهدف ديال المعركه تسمى سياسيه ماشي غير المعركه ماشي غير المعركه السياسيه وتشوف وصل المسيرات نغسل كم المسيرات المسيرات عند النحرج في غويا وين برا عند النحرج ونقسمنا ذي صغوي هذيك ذي ذغويا وين اثنى حاجة ياس المسيرة ونقسمنا ذيك الشعارات مي سنت ما غادي تلف سكرين زيت فرانسيس اثي ناوية المسيرة ونين يزون هذي وتشكرو تما غادي يضحى اجيس المسيرة مزيان المسيرة تطفهم تعرفهم تشويهم فتحت افيثان تي سبحان الله مزيان ولكن انا حغا مناطق نوذف تسمى شنيري في العماس ربما غزوانا نرجدود نوذ في الغالون المتحدة وسين تغا لندن وسين تغا كذا في إطار جمهورية الريفية نروح تمي غاسم دبلوماسية وغضر غاد دواري اتفاقيات كذا مهم نشني نروخا ناح غا جونيف ناح غا البرلمان الاتحاد الأوروبي بكتب الأصدقاء الريفيين كذا نتعرف المحاميين نتعرف غير برلمانيين الاتحاد الأوروبي يعني اكتسبت بزاف مسرين زي الحركة الوالدة بزاف مسرين راكم تدين ولكن شنين مالين وسيطة نزوش نستغل مانا ياغي نكسب موت نستغل شي ميزي غن نكسب ميزي غن يعني ميزي غن نجح نجح يخسى التنظيم التنظيم مخيري التنظيم يخسى غديري سياسي التنظيم سياسي قواعد سياسية إظهار أبريل قصد ما تطالبش الجمهورية ناس تقرير المصير ربما سلمسيرة الشعارات ناس فانديرة مرة تطالب زود الطالبة تخطط الدولة تجعل أنه هذا صلاة زد لا كونسنتراسيون نغض التركيز إغاس روخاك بوليزاريو استيشيس حكم الذاتي بوليزاريو قارس الله يشيزون استقلال حكم الذاتي جيت في شيطة غاروز نشنينو نوفيني حكم الذاتي نياروزني كذا غير القتيلة والتهجير كذا ماغا لأن شنين ريفيين عادونا الريشي خدولة عاد روخي ما نارا خدولة عاد روخي ما نارا سميد سميد يكون قاغنا الراس عاد روخي ما نارا الصاف أدناس السي ورقي لما يقول روخا شقي من في وصل ماذا هو غال المغرب ما دام نش من في من في اوه قرشي غال المغرب وذا بزافي وذا نمنش إيه وذا نوث في الحكم مقسم 20 سنة ضحان أقل دينا ذي خير فهمت؟ ذي العائلة نسل تعانان الشعب يكمن الريف يتعانى جيبوا العائلة في المعتقلين كوش يتعانى الدولة نسل يرواز بو المؤسسة الدولة وتعي ماشي الطريقة نتسمى أسلوب الإنسان الدولة تعامل كده نصيج الطريقة المافيا نقطع الطرق اغتصاب قابو تهجير اصوات دار تلفيق التوهاب كذا الريف غاصب خلفيه تركيز نشنين اما تسمى الوضع مانا هي غتقن تسمى الحكرة الاستفزاز ديال المخزن وعاد مقارص قاشني لا قنا الزومي في حقوقي قنا الزوكينا مزيان كورجم اغتصاب ولكن مرن الدولة تخطط في السيد نغذى ذوما نغذى بدوكلين ذوي ذا الحبس
وقاض عنس قابو العائله يستعد بزيد كامل وقاد حكم 25 سنه وشي مقال طراجه زي المزنز ديال اخو وقاد كاك السياسه انت كاسينات كان يعني قارص شنين زعما اختطف في الماء هاد نازو ريال شنين شخصيه ربما مؤثره قد الدوله اس نازو سنختطف اصلا اختطف من غاص يغرق ما تختطف ضنغ كهما ما زيد تختطف جي ما القانون ما الطريقه اذا ندير بالمؤسسات يتعاملوا قدس الكارتي ضد العصابه مش قاس داغيري في عندك اوروبا اني نتجنت مع غاس بيتشوت البوضير تلقى المافيا سنوزان منيني على الصعيد الدولي غاس نيم الدكاب غاس مغاس غاكل راه شنينا هي تمازي تما يخسر ندافع خسر انا في غير في النور سير اونتراجي حتى خني دافع اونتراجي حتى ديال سادينيوش شني من تما من طلب روحي وفي ذلك تعامل نفس الطريقة ما حد نشني نقي نايح نطراجا نتفاروج نحشا ويا ويا المخزن يتفف دنو طولر وعارضة يتوسع ذلك ماغا عاد روحي ما يشغى سقير المخزن أولي لأن ماغا لأن عاغا نطاب ونتقود أيو أنضحى خطات في ذا نغوامة أبدا نخطط فوا أو دي أرمي دي ممي أرمي دي جي أرمي دي مدوكرينو أرمي طامغاث أيو ما مارسك دار غضامغاث أرمي نغدو مثلا مش أنا أطيش من عشرة الصفقة عشرة السنين أبدا ناري الجل سنقا مغاست قنو ذاين أريفي ذاقس خمسين زقيت دولة غوفي ذاين أريفي يساوي 50 مواطن مغربي ياكش ميزي خصنا نتعامل تي طاوان غير نظن ما كسي دا يوت شماما كسي دا يوماما اغتصب ولا يكلي يصل غازات السماما السوسق ديال حياتي اخي خصا غادا عزوني وذان مي يتجا الرجولة الشجاعة الضحى الدافع عن خل الوطن سن الدافع عن خل العرض سن قال الشينار الإيريفيا عاروخي ما ندافع عن خل العرض عارف في من السن انطرا جناية يمخض الضحير شدا يمخض الهاجر شقي ذا سيني 18 داريتين وطوح على المواطن وزار بالعين يمخض الضحير باش مثل القيمة داريتين يمخض تعيش ما رصو ينزل الوطن ما رأي الزود تقرير المصير ما رأي الزود سقاط العسكرة تزود تزود الاحتلال المغربي اجيب وسوغي مي ضراجي ذو صنط وحشي وواد إذا تسمى إذا تخوين فاق شغل أبيت أنفكا وما ضغطة صفضي وما قال حبز ما شي موش قد الدنيا هانية مشات ليام جات ليام أتفذ منها مزقيني نسنديها وفي ذير إطوغ تصف أعلى أعلى شكولي اغتصبني أعلى شكولي الدو اخويا تقتصب تزيد شي حاجه من هنا غتجيب اكثر من الاقتصاد تجي تخطط في شي واحد من غتشوف اكثر من الاقتصاد امي غير خصها ميزي غتساوي لك الدوله ولكن اون باغالي خصها غتسير التنظيم السياسي التنظيم السياسي ميزي غير الساور هذا الساور خيش الطوريق الهدف يسليش الطوريق هو اخي سي طعيه بوليزاريو نقاب تسود تي كذا بدا غاص الدينار وينا شني دا غاضا راه الدولة غنهم كشي شي لا كونسونتراسيون كشي هو الاعتبار يري فيا مارة لاني نوروبا لاني داخل عماس كشرغ الاعتبار عماس تسكانا ضرب مخزن نسم انا سقيني وقعزنا مروختني قبل ما تأسس الجمهورية غاد كان قوية ويا يخص غنيني المخزن واش لا غنكاشي قوية ويا ذا شي نشكر الجن يدافع ثقافة نتغنات ثقافاني كذا ولكن شمي تس المصير قومي الدفاع ناس سوخ خينات ولكن شمي تس قراصي الدولة نش غاي ثوريق اريد اصردني هادو صرد هادوك الكوكوت مينوت زي طلع فاين اخويا راه عندنا
كنضموا ما هو قانونيا باش نديروا استفتاء في الريف نشوفوا هاد الشعب مسكين واش غادي يستمر مع هاد الدوله ديال كوكوت ميموت ولا غادي يبقاو معاه في الريف الوطن ولا هذاك الشيء. لست او تيش ما ني جبتوا لنا هاد الشيء شكون هذا؟ واش غير واش قالوها في المسيره في المنصه اولا قالها شي واحد في اللايف اولا شي واحد ربما ولا شي حاجه رسميه مؤسسات اسات وعندك هذا قالت هاد الشيء هذا هو هلا لا هو هلا لا ديال الدوله ديال لالات المره هذه غنقولوها نيشان تجي تتعدى عليا لان عندك الدوله الهيبه اللي تك هذا تجي كتقولوا لنا حنتم في سكته. جا واحد الوقت اللي ربما غادي يردوا النفس المعامله اللي تعاملتوا معنا نهج اللي ربما غندخلوا فيه هو نفس النهج ديال الاجداد نتاعنا وما غاديش نخرجوا من هذاك الاطار ديال هذاك النهج. وهو اولا مشروعيه ديال الامير مولاي محمد وغادي نستمروا بالنفس مجلس الشورى جمعيه وطنيه اداره عامه خلايا لربما تشتغل فيما هو اعلامي قانوني حقوقي اجتماعي فني كذا بزاف ديال المسائل. ما عادش نمشي الدوله وهي كتستعمل داك الاسم ديال الدوله كتجي كتغتصب واحد الشعب وتتمرد وتتفتت فيه وحنا كنقولوا له لا انا حنا راه غادي حنا غادي نموت ولا المدله. انا عطيت القسم خليني انا مهد القسم ديالك الا عطيت شي قسم بك وبالله انا خليني مهد الشيء ديال الثقافه ديال القسم او الثقافه ديالك هذا حنا يري في شي ندير وقت ملي من ورا بو ثقافه ديال القسم اقسم بالله كذا عمر بن الخطاب قينا قسيدنا شنو مالينو قاسم شنو يدير جدود دماغي منايا إيرا غاسن كير وقت نيري في نجارسن إيرا غاسن طالابرا القارس قاو شي راكاور صافي قا نفشا غاور إيرا قاس طالابرا ذا يومبري كلمة تسمى أورية قازن فهمت نفشا غاور إخسا غنمون من نفشا غاوري ويا ويا تفهمت قال لي اختطاف ما أش نحرج أيوم ما غاراه تفهمت قي الهاكامة أتهاكد المؤسسة الدولة الإعلامية سيكالم الحراج شي يوم ما راه اتفهم دقي دي تراخين اش نحرج يوم ما غاس تراخين يا راه اكنيني ما راه اش نسكن على مسجد غير المتحده في سيتي بريتيش هاد الصواد هاد التساور شي سمنا الريفه والديتي راه حتى ما وتش ما متفهم اتفهم دقي حقوق الانسان ما بقاش مقيل امنيستي ما راه بقاش منحرج رقى الحراج شي ما تقابلش ما بوش التاوي تقابل لقينا هذه بسرينين راه دا يوم ما تفهم اش تعن قابض راه دا يوم ما راه دا يوم ما قيم ذا زيد يوم ما غاش حرجش ايش كي يوم ما تفهم شاد الجيتار راه دا غاش ما نحرج الفن ايش ما تفهم اش تعن غين هذا يدوب زيد ما غاش نحرج الشب ايش كي يوم ما تفهم يا خصا هو دا سقسي غنتقسارو ما تفهم دا يوم قنكسي وقنفاق وني قلت فهم لقينات هذه قيم ذا ومن يتفهم ذا ديال قيم ذا ومن يتفهم ذا ديال قيم ذا بعد ما نفاقر فيهم لان كلشي خلط ديال ساعتها كلشي مخلط انفاق بعدا غيويه فاقر فيهم جرم غنستفر فيهم تنعذر وقا غتنجبد ايوا ما غاوتش مني اللي غتفهم كي ايوا مان رايتس حقوق انسانيه راه داوتش ما قاحرج موستغني لا بريتا غامي تاري غاينه من الطريقه من البنود من الفصل اش تفهم كيما انا يا زمان اني كذا قنهرني هم غزينا هم غزين نغزا تسمى اني تفهم شي كي القضاء الدولي ما التعويضات الدوليه اخينا وتفهم شي وقلت فهم كيما انايا راه تفهم راه حدا هما او ديك الجروب قلت فهم كيما انايا قال فرق المهمات وقنت وسع وقنخدم وقنت شي عرفه والديتي وقن سجاد توريقين نتفغض ونقراسي الدوله قال مسيرات اييه تعرف سمنتك هاد القواعد ما غنطفوق اشغو من عاره واشغو وناضي شي كني واحد نحكم فوالا ديري انت تشني من تي ديري غنغي جنيه بوزيتيف ابار لي لي زايا بونسي كوارب مع وراف كذا لا لا تا شتفهم غيتا قشاحت اتكسير اتكسير وني دا شويتينس
ما تفضرقني 10 تشويذين منه. انا حاسي غنايك امي سنوين مزيين اسلي اقتصابي و نو امير يخصو مزي غنتعامل الدولة راه صدفو وقطفو راه سيبي تشوف المؤسسة السياسية راس القواعد عارف كبير التعامل القاضي راس قاعد يشزو كي تزر لا زدا يوما غزد الوين ندو الرهائن وجاي تغزو الاستفتاء نزو الاستفتاء نزو شنينا تقم تنظم من الاستفتاء مش كوميور قانونية راه من حقها تنظم ديال الاستفتاء نقرر المصير ما شنين ما ذي ظان ما ذي فس ما ذي جيف ما ذي قلوزن ما ذي الموحدين ما ذي البيزنطيين ما ذي محمدويين ما ذي فهمنا لا وقنع ذي الشغر وقد بريسيغ الدولة تف الدولة أرجاء إن ما طعيان ما تقد الصح ما زود عيان لا تقد الصح هي وروها فناضي نعاوزي كامين إيش أزود أن تحنني نامة طوري زارو يسوى الديري في صدار عينا ما زود أن تحنم قال وسط ما أي غد تحنو في الوسط تمنا غادي تجمعو في الوسط تخوفونا بالملكية ديال 14 قار تقاليد ديال الصناعة التقليدية ديال الموحدين وديال البيزنطيين وديال ديال الميكيافيلية والثقافة ديال هاد التقية والمضل وغاديين وعاد كتغتصبوا فينا كذا ماشي الدين ديماكم بواحد بواحد ماشي الدين مع الدين ديماكم غير طولا وعرضا حتى نتوما تتخطفوا حتى حنا غنعنوا على الاختطافات حتى نتوما باغي تبتزوا حتى حنا غادي نعلو عليك باش غنبتزوا وغتبداو الصراعات هنا طحينه طحينه غير طحينه على الخاوي هذا كونتراكو صاب بصح الا حنا طحينا طحينا واحد الدار غير 24 وحنا رانا ما غنرجعوش او والله الا الدين ديما ما كاينش اللي غادي يفرقنا غتفرقنا على الموت وانا ما عندي ما نخسر انا بعدا شخصيا ما عندي ما نخسر وما خصني عاد نشوف شي حاجه في هذه الدنيا وشي شفتو وشي هادشي اللي باغي انا نعيشو عيشتو المواطنه شبعت منها حقوق الانسان طلعت لي للراس السبيطار طلعني للراس انا خصني شي حاجه اخرى باش نضحيو عليها لان هاد الريف كيخصو التضحيه ما كيخصوش علم مباشر وخصو المشاكل والتخويب وعطيني نعطيك هذا هذا في اللايف وفي الكواليس وكذا والريف والمخزن كي طلع نمضل وتتشمش علينا تيشوف يقول لك ياكلوا بعطيتهم حنا ما كناكلوش بعطيتنا كناكلوا بعطيتنا باش نخلقوا هاد الاتحاد ماشي باش غادي نشطوا بعضيتنا كنتقاتلوا مع بعضيتنا لان اختلاف كاين بديهيه كاينه اذن ضروري واحد غيقول لك هادي واحد غير ولكن دائما كندبزو باش نتهم على اساس انه نتحدوا على الهدف واحد يكون شحال هادي كنقول له راه ملف حقوقي راه مخزن راه ربما الوساطه حقوق الانسان ما كاينه لي وساطه لي حقوق الانسان ولا هو يحزن كاين الشعب الريفي طالوا اباده جماعيه اغتصابات ضربوا بالغازات السامه تهجروا وعندنا دلائل لي زيليمون اللي غادي تورط هاد الدوله وندوها قضائيا على المستوى الدولي والشعب اللي كاين في الدياسبورا وهو اكبر دعم لنا ما عندناش شي جهات خارجيه الجهات الخارجيه ديالنا هو الشعب ديالنا الريفي هنا في الدياسبورا هاد 7 مليون مسكين اللي مرمدة مسكين مهجرة هذيك هي القواعد ديالنا وهذيك هي الجهات الخارجية التي تدعمنا بمالها وبالمعنويات ديالها ماشي كل مرة أتخرجون هذاك البابو سميتو محمد السادس قبل كان كيلبس هذا دابا كتلبسو القفاطن تيبون أنا وليا لابس قفطان الهيبه ديالو بتقوبه باش يقولوا انا نحكم على ريافه بزاف عليكم بزاف عليكم حنا نعطينا يعني تحكموا علينا نتوما النظام ديال القفاطم النظام ديال القفافي انا ما كنامنوش بهذا النظام ديال القفافي والنظام ديال القفاطم والنظام ديال المضل والصناعه التقليديه معنا لا علاقه بكم ولا تجمعنا اي صله بيعه ولا كهرباء ولا شي عهد ولا شي قسم مع هاد المساخط ديال العلويين مساخط العلويين هما فقط كيحتلوا الريف في 56
وهذاك وصافي جمعوا الطويل الاداره المغربيه وكذا، ما كاين لا اداره مغربيه وما كاين لا وحده التراب الوطني، ما كاين هو ان طلب واحد اللي تنطالبوا مع الدوله تنظم القانون المنظم عفوا الاستفتاء في الريف الكبير. شوفوا هاد البرلمانيين ديال احزاب كوكو تمينوت تناقش وتخرج لنا بمشروع قانون ديال هاد القانون المنظم لتنظيم هاد الاستفتاء لهاد الشعب اللي طالبو. الى ما تسمعوا شي غادي نطالبوها بالامم المتحده والمساحات الدوليه باش تنظم لنا هاد الاستفتاء. هاد الاستفتاء غادي يتم اولا تنعرفوا حنا واش بصح هاد الشعب 90% ديالو غادي يصوت بنعم للانفصال على هاد الاحتلال اولا كاين خيار ثاني. الى ما مشينا شي بهاد القضيه ديال الاستفتاء في الريف كان هو الخيار اللي ربما اللي عندنا هو نديرو صراع ربما بالكفاح المسلح ربما سلميا ربما سياسيا ربما قضائيا مع شعار ديال اسقاط هذا النظام. راه كاين جوج حوايج، اما غادي نديرو استفتاء نعبروا عن القرار ديالنا جماعيا وبالتالي عفوا شي حاجة نواجهوا الدولة، لأن الدولة هي اللي بدات المواجهة في التاريخ ولا زالت تواجهنا بنفس الأساليب، غير الملك تتبدل والسياسة هي هي، وحنا ما غاديش ممكن نستمروا هادشي. الى واحد غيدوز 20 سنه على مدرسه سبيطار، الى واحد دار اضرار حتى 6 يوم، واحد دار 23 يوم على نيموت، والدراري ناعسين على الصيرة مازال ما عندهم شي كامه فين ينعسوا في الحبس والتمرميد، وعطينا نعطيك هذا الشيء كامل على سبيطار ومدرسه اطيرا اكبر اهانه. امبوسيبل انا غنضحي ب 20 سنه في الحبس على سبيطار ومدرسه، يكون لي شرف نضحي ربما نكتب المؤبد ولكن على الريف الوطن. تكون هاد الجرأة والشجاعة نقولوا هادي شاب، ما بقاوش تخبعوا في الملاطي، ما بقاوش تخبعوا بالاسماء المستعارة وبقى نعطيو كذا، تخرجوا ديريكت هان اللي كاينة، اما استفتاء في الريف اولا المواجهة مع هاد النظام. كاين جوج ديال خيارين، وباش توجد النظام كما تدين تدان، تختطفت ارا وليدي تنسى واحد 10 مليون ديال هيدا، ولكن خص تنظيم سياسي قوي وتعي كذلك اون باراليل الى تنظيمات ميليشيات اخرى باش تدعم هادشي كذلك. راه لدينا من المال ومن اللوجستيك ومن البشر القواعد لربما اللي تعطي هاد الشروط باش ينجح الهدف. باش نتكلو على واحد الدولة الولية ديالها اللي تلبسو له القفطان وتخرج تقول لينا رانا الشعب العزيز راه التنمية راه فاشلة، الفساد كاين، وما قد يعني يقاد البلاد ديالو، يقاد هاد الولية يقاد البلاد ديالو من الفساد وطاش فارط، عاد يجي يهضر لي على دولة المؤسسات والدولة ديال الديمقراطية والعدالة الانتقالية وشروط المواطنة. ما تهضر ما تبقاش تجونا كل مرة مؤسسات والبريستيج وكدا، هي ما كاينة حتى حاجة. كاينة حاجة وحدة عند الشعب الريفي، طيب طالب الاستفتاء
أولى المواجهة، المواجهة كيما أنتم تتوجهون بها نحن نواجهكم بنفس الطريقة، واللي هي الموت، القطاع العالمي، أي حاجة مستعدين دوكا نديروها. عينا ما هاد الصبر، هاد الصبر دبرنا خرج علينا بصح انا سالينا ما هاد الصبر. دابا غتعرفوا الريافه بطريقه وبنفس اخر، اللي ماشي تتعامل بنفس الطريقه اللي تتعامل بها الدور دوله الشوارع وقطاع الطرق. هادشي اللي كاين، مابقاش نكذبوا على بعضنا. انا راه غادي نخرج لك ولدك اولا غنضامن مع ولدك بالمسيره، ما كاين لا مسيره وهم يحزنون. المسيرة هي نشيدوا قاعدة بالتاس ديالها بالبيلاريس ديالها بالسقف باش نخطو فيه هاد الشيء. هذا الشيء اللي خصنا نفكروا فيه، لأن جدو ديالنا في هذاك الوقت مع المعاناة وصعوبة الطوارئ الجغرافية ديال منطقة الريف وصلوا لهدف تأسيس الجمهورية في 1920، استمرت إلى غير 5 سنوات. في تلك الظروف حنا اش خصنا؟ شني الحاجة اللي ما عنده اللي كانت عندهم دوك هذاك الوقيتة وحنا ما عندناش؟ شني هي هاد الحاجة؟ هي نقصنا الشجاعة، نقصنا غير الشجاعة. إلى جدو ديالنا وصلوا لهداك الوقيتة، استعمار اسباني والمغربي والفرنسي، وصلوا لهدف تأسيس الجمهورية، وحنا دوكا شنو ما عندناش ديك الوقيتة ما بغيناش نأسسو. من هنايا من هنايا خصني نفكر عليك مزيان جماعة، لأنه تجيبو هاد الناس اللي بدا غنتوارى يبدان حسين مدور مدروج ونني هكوام يتتا ونني قد قاعد القدروج يتتا بزاف تو تريا هاد تريا خصنا تنقنن قشن ريفيين وبونا نكسي يا الريف اوليدي وكيمري الغانو التنظيم كل حاجة ما يزيد تكلف كل قطاع ما يزيد تكلف نكسي يا الريف غاتا في بعدا نحارب غير بدا ما غاتجي السرطان الدواوات في الصغاص نغد دواوات هذا العلاج اولا. ثانيا انشجعي وبدا انا غنضغط الدوله مرا دزو التنميه غتنقي يا ريف، ولكن ضرقه في الرخص انشجع المستثمرين ريفيا انا سدوكش الرخص الدوله انا هو انا استثمار يا ريف. هادوش الضمانات مرا الدوله غتيش بالضمانات الاستثمار الضمانات كذا حتى تما دعنا نخل حرب وما راشين عاد تراجع زي الدولة يمكن اكس اهين تما غير عندك شيء حتى تما شني اطاف اكبر مذرار يدي ظهر بعد الوفاة المولاي مهم هنا السلمية ومتعودين السلمية تقنتاكي وذان يجي تفهمن السلمية يجي وكذان يجي تفهمن الدبلوماسية يجي وكذان يجي تفهمن التواصل أمساور جبوت كتاكيش النظام صهيوني النظام كلبوني النظام تسمى نثاوان تباركانت النظام تسمى منهم غيني تمعا منك نزينا شنو قلني مكنش سوني ساعد شعور وقت اني ميمي يوثك اسم ديني يختار كيف النادي غرق البرلمان اني قيميك تجتمع قيمي نقاني قيمي تقرر قد دولة وضغاس قاسوني تقود الزيقس اخاوص اني خارقص من غاس ديني انا ستتجع ما ستتين الدولة اتتين اتوبة ما ساعد شو ثاني هيني عم ماش بالدولة ليلة اللي يماني ورق 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 وش عاجز قيني النعاو وثنا الدولة يا ثريتين الدولة تسمى نشري مرينة الزوت نيغ الكرامة نيغ السبيطان نيغ الدراسة نيغ تسمى العلاج نيغ السرطان نيغ تسمى كذا إني بوقيت نيغ نشرين ولا كذا وما غنشجع وما غنشجع صاحبي مين غن يوغل ميوكتان الدهوانية إيرلندا اسكتلندا بيلباو
كاتالونيا قوشت فوتسويو في الحقين سي شنو مي مي خدي من هنا في الطراجة لاني حن طراجة من طراجة إني ما نغيش تحاشد من طراجة من طراجة ما الهدف النغزي اللي عيشه والدين نتراجع نتراجع شنين مشتين هو رجلي الهوية نفسيا ونجيشي مليح أقعنا ترشيق العالم من تراجع من تراجع يعني مسحات إيش تحجد ربما ذايحا وقد قيم تراجع تامية من تعنا إني من قد شبو ضروري شينا نقيب هاتي ندى قد نطفق عن السوارة صغيو أنت شجعتك الحماس الحماس كل رجلاتي جعليك فينس ورجلنا دي فكاس طريقية هذا ريفة قومية من كردي هذا فكاغة من كردي هذا فكاغة من إسرائيل دفع في مواطنس ستري بدي قوميين من إسرائيليين شو سورو خل الصهاينة يعني دفع عن خل الوطن سورو خل فيهم خل منطق أمي فلسطيني دفع عن خل الوطن سورو كذلك أي الشباك العميد دفع عن خل الوطن شو ميزة دفع عن خل الوطن سوى الصغم طبو بينا مي خل تكذا مافيا مي هذاك السلاح شي شتا مي زين ولا تجار الدوليه اي ذاك باقي الملاير مي مي قاش تو تنعاجي مي مي غير من مي مي غير سيار ريف وليتي مي مي غاس نار الاعتبار تمنا مغاس 100 مليار هكا إيه مراكش داري في يتقاس طياك في 3 مليار تا داري في مي تقاس طاك 50 مليار في طنجه كي كازينو قيوي قصه غيبدانا ونغيطان ونغيشجعان ونغيول ما داحن اجيني ما صفما إذا نقسم السقف ذي بيلان ذي التساس مي غنمون مي غنسموني وذانا أنا مخزن دينا الحوايج غنزن غزة ركس الملف الحقوقي إسقاط العسكرة كسمانا إني إذا نيش تحاجد أنظم الاستفتاء في الشمال قريب الكبير ثانيا خيار ثاني وهو المواجهة الدم وذي موش الحاش ننظم أنقم تشتا حوايا ويا شدوا لما رخصة خايفة على الدعوة بانه دعوا الى الكفاح المسلح لا ينفخر المنايات تجي نرجلو دنو ثاني دي ساكن حرب تحرير الشعبيه ثاني دي ساكن حرب العصابات اي منايا ما بيتغى نطبق حتى نمثني حتى ذلك السماء مضرني زقي مالطاطيني زير قهاويني اني ما نغمرمي اني ما نغمرمي غير كام اتصغي ما تيني بقى منايا غير كفايس مرمي وتجيبوشي غايرين وحدي وتجيشي غايرين وحدي وتشوفوا نش غير قرن وحدي عماص الجنادي وانما متلي ثمونيت يتلي الحماس تلي الشجاعه قالوا حاسك الصبر كان تمرض نتوقز قام كي احسن الدول الديمقراطيه ولكن شنين اهلي خرج شي مليح لنا ماغا لان عاد ورجي وطننا عاد ورجي شي هويتنا ورجي خصنا يامي خان السواد خصنا يامي خان تشجع على السواد خصنا يامي غن أن أطاي وذان سمانا يا دي بوشي نحاش نظن تشتاحي وذان ونتشتاحشي ذاخي وذان أن السوال الحقيقة أن منطق أن فكا بوزيتيف أشني دايدو بغان التاريخ إيش التاريخ يمغى غاس القيمة هو دا التاريخ يشني نوي ينام روكتا أو دا نقوشو مزروي أثنارية في القطة تسوفو سنو عما صديق تشي نحاش تامية غا إنما الحاجة تنتزع ماشي تعطى وقف مهما تخسم إذا عيت ما سويت ما وهم تكتاك شي واغ المسار واغ المسار مي غنوه شي نصايب شاكم تفاوي وتجي حتى تديني إوا قامنا المرود فيه بشي إنكم في الميساج وشاكم ديجا لسان علامات كذا يلا زيد هو اذا شنين عاد ما نقول لا كذا كعماص الدراري غاصب هو الخيار غير حبس الخيار نسل الوحيد يغاصب تشوفوا المجلس الوطني حقوق انسان ولا الفعاليات السياسيه ولا الوسطات الخيار الوحيد يغاصنا يبدا من غير حبس راه انه وهو شنين بوبليكو من غاني كنضغط الدوليه ما تفتحت اتفرقوا فيرو ولكن عاد نضبر شي نضغط مش من نضغط اتوشع ريحة الدولة لكن ما حدش عاد وصل غير شي الريح ميت هو داك هو ادمانيت ما زيد ما
قاي مع الصبا قاي تما تتخف النهر توارس بيخي لاغون وقاي بنان عاذر هان درهان تما غلحقون دان رخبار يا غسان ري ذي قوميين يا غسان ري ذي قوميين ام كاتالانات صحاب كاتالان ذي قوميين اصل قضية قومية انا ريام سنين سكوتلندا ذي قوميين ايرلندا ذي قوميين ليطا ذي قوميين كردستان دي قوميين الشيشان دي قوميين راه شنين ريفين دي قوميين مرون غير القوميه يخفلنا عما صدات ديك شي جن مرون غي القيمه يخفلنا عما صدات ديك شي جن مرون كسي يخفلنا غنسوا يخفلنا عما ربما ديك شي جن هاني السوا ني غاد هاني مرمو خانوا يا كريم غير خصك نواديش وقال هذه كريمي خانوا ني عفوا ديك ري خبري مي غانوا فوالا كذلك يكون يقصد هو نغا سبتمبر 21 سبتمبر 21 سبتمبر المسيرة كي 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 بروكسيل نسينا وطي تنظم نوري تتكن ولكن وداي تهمي شو تتنظم وداي تتهمي وتنظم وسي دعام وانما فغارة الصغوي كسي اللافتة كسي بانديراني فتح الزيس اني اسقاط النظام فتح الزيس فوق ولكن فهو يخسر يفوس النتائج كذلك 26 اكتوبر رفضت فوق اتنجح اي بدا نرفض كل شيء ان صغوي اسقاط النظام يمكن راح على المسيره يا هذيتي ما المسيره تبقى اسقاط النظام الطلب بدا التمرد في الدوله يا هذيتي صراحه المسيره غتعمق غادي تصاد غير وسط الشكل جبل فوالا ان صغوي ديني انا وثت تما غنشكروا الباطر وقد نوعاو باش كرو الباطر يخص غنفوس السطوسيات غنفوس قرارات غنفوق شي حاجات اللي ربما خسان منايا اذا و ايش ما سيث ما تغيما ذا القناعاتين ذا الرأيين وكذلك فهمت؟ ولكن وزارة ذي بوشي الشك ربما اكيد اختلفهم كيما نقا ما راه غنمشي لرأي اخر بديل اخر يختلف من نقا ذارو من نقا ثمن النظر نرحب بالبديل ماشي اخر التهويم اذا ندخول اذا نتصاصق بشي مسرين ونجيش منايا ان اجتهد عاند ولا تحسد فوالا هي ليش هي زيد يوم مذومه والطريقه كذلك مثلا صحاب التوجه نيوبا قاصد دائما صحاب التوجه نيوبا انه روح هذو 60 ساعه تنفكر كما هو قومي او اذا نعاون مثلين اركز في المنطقه ان سيدي حسين نيت سعيد بسامان ناضو وكذا الناس ذاك النهضه غير بدا الاحرار عقل ديال تنس العائله تنس ديال كاع الريف ديال المغرب زيك زناين ديك زناين تناضى نصبر ديك حساب شيك وتضحى نصبر ديك حساب قراصم ثنين هذا وعانا لعب اني ولا نسن فيسبوكيا كي الجروبات كذا كذا انا شنو نري فين سكاري في عاود الحوسي ما غايت بويا غوري بقويا كذا الجبال ضارع كذلك التلار وكذا وكنت عباء ما كلشي كذا ما تفزي السيني تاريخ نسهرها من بعد التاريخ كلشي اروس فوالا فاق ان الطاي بدا نحمس منايا كنا الطاطي بدا نكون الجهه الناس الله يفضل الجهه الني طا 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 اي بدا نعاود كذلك نطاجط تبرس ونطق بالعربيه قاعد نري فيه مساكن هنا وتفهم شي إخسا إني عاودها من دي وقام أنا يتوقع زي الحماس الجماعي يتوقع زي يعني وعي جماعي كذلك أم يا ربما أن أدن قطف أدن نكسي شويت إخسا غامية إذن قد أشكر من إمادة جامعة مسويثنا السلام عيز نوفر متوكيل سازي فندي تنطون أخو متعقبو عما قرب إن شاء الله في موضوع جديد إن شاء الله آخر ومسيتي من منعظم ربما ونتغي مشيت قال الله نتساور ومياميا أنا عظم ربما حوار أجيب ذلك
اذيني من غاص اني قاو يخسر كذا بارا غاشي فكرة الدفاع غاس ربما غاس لزيلي مومي خسي الدفاع تنصنو ظنزا وشي مانايا صناز بنقاش انصنو في ويويا انا مش مجالتي وذا نظن الزوم اضضان كي مانايا ذينينا تسيورن اي واحد غاس حقا دي السيور دي السيور من غاس اذي اميا تمساوى كوشي دمو تش تسمى لاعتبار اي واحد وبدون خلفيات وبدون تسمى شي نزايا بونسي. اذا اتقدشكم سيتي ماضي ماشي عاجل نبارطاجي اللايف اوليتين اميا ياوض غاي النظام اميا ويصوضي اميا تسمى غاشي نوارب الاعلام بري غار الاعلام شي قناه بري غار الاعلام كذا تف تسمى. اذا غار بعد الاعلام البديل ما فيه الكفايه. اذا اتقدشكم مثل ما سويت مالي المدرة الثالثه امسيه يعني ليله سعيده في امان الله اتسعد من خير ان شاء الله وصبا العائلة ثني من إطعام الطعام صبا عشان كل شيء ما ممكن نسقان وحرز صبا يا ولد ناقم جيني من الجهة وجب قد عوض إذن تنسي في أمر الله.